صباح الخير وميري كريسماس. مين فينا ما كان طفل بيوم الأيام وكان بحب تجيه هدية بالعيد؟ كل حدا فينا كان بينام وبحلم إيش رح يجيب لبابا نويل هدية الصبح. اليوم رح أشوف الأطفال إيش بيحبوا يجيهم هدية بالكريسماس. هاي هاي جود مورنينج جود مورنينج ميري كريسماس ميري كريسماس. أنا وصغيرة كنت بحب بابا نويل يجيب لي هدية ألعاب. أنت شو بتحب بابا نويل يجيب لك؟ آيفون إكس. تعرف على اسمك؟ تالين. تالين، لو إجاك بابا نويل شو بتحبي يجيب لك معه هدية؟ الصحة والسلام. صحة والسلام، يا عيني على الأمنيات الحلوة. طيب نشوف مين كمان بحب أو شو بحب بابا نويل يجيب له هدية. لو إجاك بابا نويل وقال لك رح يجيب لك هدية، شو بتحبي يجيب لك بابا نويل؟ صحة والسلام. صحة والسلام، وإنه أمي تكون مبسوطة ودائما. رح نروح نشوف صف سابع شو عنده أمنيات للعيد. هاي ميري كريسماس. ميري كريسماس. ميري كريسماس تو يو. هلا أنا سألت الكل، لو بابا نويل إجاكي وكان معك تقدري تختاري شو هي هديتك، شو بتطلبي من بابا نويل يجيب لك؟ هو يعني ما بحب انه يكون هدية لي، بحب انه يكون هدية للعالم، انه يعمل سلام للعالم كله وينتشر المحبة في العالم. شو تقولي لي لو اجاك بابا نويل شو بتحبي يعطيكي هدية؟ تليفون جديد. تليفون وميك اب، شو هالصف الفايع. شو بتحبي يجيكي هدية من بابا نويل؟ تليفون. شو اكتر اشي بتحبي بابا نويل يجيب لك اياه بالعيد؟ موبايل. موبايل مرة واحدة؟ ما بدي إشي يجيب اللي بدي إياه، إنه يكون سعيدين إحنا بالصف وما والعائلة ما حدا يمرض وهيك وهيلثي لايف ستايل، وإنه الماما والبابا يكونوا منيح. إيه أنا بحب أجيب لي شوكولاتة. شوكولاتة. سمارت واتش.